شفنا بالحلقة الماضية تصميم بجوهره تقليدي كلاسيكي ولكن بطابع عصري، أما اليوم رح نشوف نفس الكونسبت ديزاين ولكن بطابع كلاسيكي. حكينا قبل بالحلقة الماضية عن اللون الأبيض كإنترودكشن، اليوم رح نفوت أكثر ونغوص أكثر بموضوع الألوان. خلينا نفوت لجوا ونشوف. عم نشوف قدامنا كونسبت باسفي اللي حكينا عنه سابقا، ولكن هلا بجوهر وشكل كلاسيكي اكثر. الباسفي اللي حكينا عنه سابقا اللي هو بيعطي جو من الخصوصيه والبروده وبيعطينا هالايفكت اللي بنحس حالنا نحن بواحه منعزله عن العالم الخارجي، موجود عندنا اكثر بطريقه اكثر كلاسيكيه، بحس انه الغرف اللي عم نشوفها داير مندار عم بتكون غرف منفصله كليا عن بعضها، بتخلق جو اكثر خصوصيه. ولما بدي انتقل من غرفه للثانيه باخذ الممرات الخارجيه لنعيش التجربه اكثر على حقيقتها. اما من ناحيه الطابع منشوف انه اتاخد شويه عناصر من الحضاره السومريه والبابليه بالاضافه لشويه تاتشز من الرومان ارت. إذا كنت أنا بالخارج عم شوف مزيج من الأرضية اللي لونها رمادي مع السويمينج بول اللي لونه أزرق والخضار داير مندارو، هاي دول كله مزيج من الألوان اللي بتطفي شوية برودة على المكان، خاصة أنا موجود برا بالجو الحار. بنلاحظ بالباتيو اللي حكينا عنه أنه اللون الأسود موجود بكثرة، بس خاصة بالإنترنس اللي بفرقوا عن الابيض هو انه الالوان الفاتحه بيساعد على بروده اكثر، وبنفس الوقت الاسود بيعطي مونومنتال ايفكت بيساعد كثير مثل ما عم نشوف بهذا الانترنس، فالاسود كثير بيفيد من هي الناحيه. نحن حكينا قبل بدنا نبرز الطابع الرومانسي بالداخل عكس الطابع اللي بدنا اياه برا بالالوان البارده، في شيء بيساعد امر مساعد هو التدرج العمودي من الاسفل باتجاه الاعلى. بنلاحظ الارض بالدارك امبرادور، الكومبينيشن بين الدارك امبرادور والودن باركيه عم بيكون داكن اللون، ولما نطلع على الجدران بنلاقي اللون صار افتح اوف وايت باتجاه الجولدن كلر اللي موجود بالسقف. هالتدرج العمودي عم بيعطينا طابع رومانسي اكثر لانه بحاكي الطبيعه. المزيد مع المهندس جوش لا